اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده وفي عوده للذكريات مع الدكتور حافظ المدلج. حلقتنا اليوم مع الدكتور حافظ المدلج، ولكن راح نمر على كاس العالم، بان في يوم تاريخي مهم جدا حصول يعني الالمان حصلوا على البطوله في امريكا الجنوبيه امام الارجنتين، واقصى البرازيل بسبعه اهداف على ارضها. يعني اعتقد انه لو للبرازيليين يعني دور ولا رغبه كان يعني ما كتبوا هذا التاريخ نهائيا. يسرني نرحب مره ثانيه بالدكتور حافظ، اهلا وسهلا فيك. الله يحييك. شكرا لتلبيه الدعوه. ايضا الحقيقه ارحب من البرازيل زميلنا العزيز الاستاذ تركي العجمه. تركي مساك الله بالخير ويعطيك العافيه. تركي تسمعني؟ هلا والله علي، مسيك الله بالنور والسرور انت والدكتور حافظ والمشاهدين. اسمعك علي. نعم. ارحب فيك وفي المشاهدين وبالدكتور حافظ المدلج. نعم، احنا نرحب فيك ونقول لك يعطيك العافيه. وبالمناسبه طالما انه انتهى كاس العالم، انت كنت مع مين في كاس العالم؟ والله انا مع نفسي صراحه، يعني مع الفائز. انا شاري قمصان المنتخبات كلها. واللي يفوز. واليوم كنت مع مين؟ فالظاهر اني بشجع الليله وبكره المانيا. انت متى جاي؟ بكره ان شاء الله ولا بعد بكره؟ مع الفائز والله ما يفرق معي كثير يعني من اللي. طيب المفروض اكون في الرياض الاربعاء ان شاء الله. طيب عموما الله يجيبك بالسلام. احنا اليوم حلقتنا ممتده وراح نعود لك مره ثانيه، بس خلينا نبدا ندغدغ الدكتور حافظ شيء بالذكريات. قبل ان ابدا معك خلينا نشوف الحقيقه، يعني دائما شعرت لما كان النشيد الوطني لالمانيا شعرت بحماس، كلهم يؤدون النشيد. الارجنتين شويه تضعضع، لكن ربما الميوزك حقه مختلف، خلى من هذه. في نفس الوقت في الرياض تحديدا حاولنا ان نشوف السفارتين ايش مسوي. الالمان عاملين حفله كبيره من بدري وداعين لها ناس كثير ومستعدين استعداد مهول. كلمنا جماعه الارجنتين ابدا يعني ما هم قررين يعملون شيء ولا اي حفل ولا كانه ما في حدث. لذلك خلينا نبارك لالمانيا واستاذنا. كنا نشوف هذا التقرير من الرياض من السفاره الالمانيه وتصريح ايضا بالسفير الالماني، نتابع. فيك تعطي Put your flags up in the sky, put them in the sky. Anyway, I think that Germany will win. I hope that Germany will win. Judging on the first 15 minutes of the game, if we win 1-0, I'll be very happy. I think the team has played fantastically. Very strong individual players, but very strong playing together as a team, as a Mannschaft, as we say. And I think they're about the best advertisement we could have for Germany, the way they've performed, the modesty that they've shown, so that's great. And if I may, thank you very much to our friends in Saudi for supporting our team also tonight. Müller, I'd be very happy to see Müller score. I'd be even happier if Klose also got a goal, both of them. I think it's going to end up 2-1 Argentina. I'm not sure if Germany is winning because now we're 20 minutes and no goal. Germany, for sure. Germany. 3-1 at least, and Germany will win, of course. Müller? Müller will score and Klose will score. It will be Germany 3-1 easily. Klose will make one goal, and the last one, it's maybe the goalkeeper will do one goal, the last one. Germany will win, and I don't know, 3-1. Yeah, Germany, of course, will win 5-1. 5-1, big result. Sorry, yes, because we won 7-1 against Brazil. Definitely Germany. Why? There's no why. Come on, you saw what happened before? Results. Well, let's hope for a 0 for Argentina and as many numbers as possible for Germany, I don't know. I think it's going to be 2-1 to Germany. Müller, Klose or another? Müller. 2-1 I think as well, and Klose and Müller are going to score. Germany or Argentina, نهائي. And شكلك أرجنتيني. مصميم. يعني إن شاء الله الأرجنتين هي اللي راح تفوز. طيب أنت في السفارة الألمانية كيف كذا؟ حلو. البطولات اللي قبل الأرجنتين سوت مستوى مهارات وكذا وما أخذت. المونديال هذا ما سوت شيء، بس قالوا ليش نتعب؟ خلينا ناخذ الفاينل على طول مرة واحدة.
تتوقع ارجنتيني؟ باذن الله ارجنتيني. ان شاء الله المانيا. Good luck. اهلا بكم من جديد. هذا كان رصد شكل الزملاء على التقرير. خلني ارجع بك شوي للذكريات. يعني حلقتنا اليوم طويله متكلم عن الرياضه. تصالحت مع اسمك ولا لسه؟ والله اعتقد اني تصالحت اخيرا يعني يمكن يعني في البدايه طبعا انا كنت في حاله من الرفض. انت ضحيه رغبه الوالد، هو ملهم بالشاعر حافظ ابراهيم. صحيح. فسماك حافظ انه والله أنا حتى عرضت بعد ما يعني بعد ما كبرنا شوي، أنا أخوي ناصر شاعر وشاعر شاعر يعني، فعرضت إن إحنا نبدل أسماء، هو يصير حافظ إبراهيم وأنا أصير ناصر إبراهيم أو ناصر المدلج، لكن الوالد يقول أنا معروف باسم أبو حافظ أكثر من إبراهيم المدلج، فرفض إنه يتنازل عن الكنية. ولما الواحد يعني الآن يعني مضى في العمر وصار يعني لحد ما معروف، فصارت يعني حافظ المدلج احسن من انه يكون اسم مكرر، لان عندنا في المدلج اكثر من ناصر واكثر من عبد الله واكثر من محمد وخالد وكذا، لكن ما في يمكن السعوديه فيها 3-4 حافظ يعني. طيب ايش قصتك مع المشرف على رساله الدكتوراه لك؟ يعني كان يبدو لي قصه مأساوية شوي. والله شوف يعني الدكتوراه في بريطانيا تعتمد بشكل كبير على المشرف، لانه هو اللي يصمم الرساله وهو اللي يشرف عليها وهو اللي تمشي معه خطوه بخطوه، اذا كان حرك وسريع بتخلص بسرعه، واذا كان بطيء ويدقق ويطلب تعديلات كثيره بتتاخر. لما وصلت الفصل الاخير كان الفصل السابع، رجعت للسعوديه في رمضان، وزميلي الله يذكره بالخير حسن الشيخ كان متخرج من نفس المشرف، يعني اخذ الدكتوراه باشراف نفس المشرف. فجاء يوم من الأيام كلمني في رمضان قال بمرك في البيت، ايش عندك؟ الله يحييك وكذا. فجاء قال انا ترى البارح حلمت في المشرف باري تيرنر وحلم ما عجبني، فدقيت عليه وتعرفت انه توفى. فنزل الخبر علي نزول الصاعقه. طبعا كلمت عائلته وعزيتهم ورجعت لبريطانيا بعد العيد مباشره. الجامعه عقدوا لي بانل من الدكاتره اللي موجودين عشان واحد يتبنى مشروع الرساله. اللي تبنى مشروع الرسالة دكتور اسمه فيليب فريم، وكان جديد ومتحمس، فغير الرسالة فوق تحت. فبدل ما أتخرج في 95 تقريبا اضطريت أن أتأخر إلى 97، سنتين من التعديلات اللي أحدثها المشرف الجديد. فكانت وفاة يعني باري تيرنر يعني لخبطت كل الأوراق، ويعني تمنيت وقتها أني لو بكرت شوي وشديت الحيل شوي وأني خلصت قبل أجي للسعودية، لأني كنت على وشك أني أخلص. بس اليوم ليش انت التخصص حقك بعيد، يعني بعيد عن حتى ظهورك الاعلامي، عن تخصصك، عن يعني انت متخصص في الاقتصاد الاسلامي جامعه الامام، وانا اعرف انه الاقتصاد له ارتباط وثيق بالرياضه، لكن يشعر في بعد يعني ما انت في شوف هو الاقتصاد الاسلامي يعني في مرحله البكالوريوس، مرحله الماجستير في جامعه جنوب كاليفورنيا يو اس سي كانت في اداره الاعمال بشكل عام، رساله الدكتوراه كانت في الديسيجن ميكينج في صناعه القرار، فهي خليط من اقتصاد على إدارة على يعني إدارة أعمال ويسمونها organizational behavior اللي هي السلوك الإداري. لكني مو لعب كرة القدم ومو لعب مانشستر يونايتد تحديدا، فلما رجعت كتبت مقال لجريدة الرياض عن الاستثمار في الرياضة اللي ينشر في الصفحة الاقتصادية، يعني هذه كانت هدفي وهذه كانت ميولي، ولا كنت رايح للرياضة أبدا. فالله يذكره بالخير ويمسيه بالخير الأستاذ عبد الوهاب الفايز كان هو المشرف على الملحق الاقتصادي في الرياض، ورفض المقال وقال لي تبغى تكتب الآن وقت سوق الأسهم ونبغى مقالات اقتصادية وكذا، مقال رياضي ذا مو بمكانه. وأنا طالع أبو تركي الله يذكره بالخير أحمد المصيبيح قابلني وأنا أعرفه معرفة بسيطة، وقتها يعني كنت أتعاون مع الرياض وأرسل مقالات وأنا بأمريكا وأرسل مقالات وأنا في بريطانيا، فقال لي وش فيك براكان؟ قلت والله يا أخي الموضوع كذا وكذا وكذا، قال لي ورني المقال، فأعطيته المقال، قال لي تقدر تكتب زي المقال هذا كل أسبوع، القرار هذا اتخذ وحنا واقفين عند باب الجريدة. قلت يا أقدر، قال خلاص رسل لي 3 مقالات على نفس الخط وبعدين يصير بين اتصال. رحت للبيت وكتبت 3 مقالات في الاستثمار الرياضي، فقام أحمد المصيبي واختار عنوان زاوية الرياضة والاستثمار، وكان مقال بدأ يوم السبت في يعني شهر 7 أو 8 من عام يعني 1997، وإلى اليوم وأنا متخصص في المجال. ف98 جاء كأس العالم
وكان ما عندنا اصلا تلفزيون، كان عندنا غصب واحد وغصب اثنين. فالقناه الرياضيه القناه السعوديه الثانيه كان فيها برنامج بالليل بالانجليزي يغطي كاس العالم. فاتذكر سلمان المطيويع كان هو اللي قدم برنامج وكان مع حسين الشمري، فطلبوني قالوا بما انك تتكلم انجليزي نبغاك تصير ضيف لبعض البرامج، انا وايضا صالح الحمادي ومجموعه قليله من اللي يجيدون اللغه. فبعد ما ظهرت برضو يعني صار هذا الظهور التلفزيوني الاول. وشوي شوي 2001 تفاجأت باتصال من منصور الخضيري الله يذكره بالخير، وقال لي ابغى اسمك رباعي، وانا ما اعرف منصور ولا اعرف ولا واحد في رعاية الشباب، ولا عمري دخلت رعاية الشباب ولا اتحاد القدم. في 2001 كلمني في بداية فبراير، يعني 1 فبراير، قال لي ابغى اسمك رباعي وين تشتغل وكذا. قلت لي ايش؟ قال الساعة 1 الظهر بيعلن الامير سلطان بن فهد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وانت عضو. قلت له ما حد علمني، قال الشيوخ ما يشاورون يعني هذا امر ولازم تقبله. وكانت عاد بداية، ودخلت الاتحاد وشوي شوي صار اتحاد آسيوي وصار اتحاد دولي، ويعني الحمد لله يعني من نجاح إلى نجاح، لكنها كانت محطات بدأت بباب مقفل في الملحق الاقتصادي في جريدة الرياض. ولذلك أنا أقول للكل إذا تسكر في وجهك باب ترى يمكن ربي رايد لك الخير يفتح لك باب أحسن منه. نعم صحيح. لكن أيضا الحكي عن الاستثمار في الرياضة بدأت من خلال مقالات صحيح. وربما انتهى إلى ما هو عليه اليوم، وإن شاء الله المستقبل شاء الله. أفضل. لكن أيضا عندك تجربة مرت كذا سريعا اللي هي تجربة التقديم التلفزيوني. صحيح. كانت في قناة اقتصادية وقت ما كانت يعني صحيح. اقتصادية، ما هي باقتصادية السعودية، اقتصادية صحيح. اللي كانت قناة قائمة بحد بذاتها يعني قطاع خاص. كيف كانت التجربة؟ والله شوفوا قبلها ترى تجربة ثانية يمكن ما شافوها ناس كثير. أنا برضو كتبت مقالات كثيرة عن القناة الثانية وانه تخصيص القناة الثانية، وبعدين انتقلت الى ان يطالب بانشاء قناة رياضية، انشاء قناة رياضية، انشاء قناة رياضية. ففي يوم من الايام نادوني التلفزيون السعودي الله يذكره الله يرحمه الاستاذ محمد الامين كان وكيل الوزارة، قال انت كل يوم تكتب عن انشاء القناة الرياضية، تعال نبغى ننشئ قناة رياضية. وشكلوا لجنة من 7 اشخاص كان فيها منصور الخضيري وانا وعبد الله المقحم والمسلط وخالد الدوس، مجموعة السبعة هذول اشتغلوا ليل نهار على انشاء القناة الرياضية. وكانت قناة أرضية يعني ما هي على المهيب بالستلايت. وطلب مني أني أسوي برنامج، فسويت برنامج اسمه قضية وحوار كان يوم الاثنين، وكان هذه البداية. بس مثل ما قلت لك قناة أرضية وفي البدايات فيمكن ما كثير ناس شافوا البرنامج. وبعد كذا صارت القناة الاقتصادية، فقدمت برنامج الرياضة مع حافظ المدلج، وبعدين قدمت برنامج اقتصاديات الرياضة. ويمكن هذه كانت يعني هي تجربتي مع التقديم. لكن أنا ما أشوف نفسي يعني مقدم زي ما أشوف نفسي ضيف، ولذلك حتى وأنا أقدم تلاقيني أحيانا يعني أعطي رأي. نعم. والمفروض أنه أنا ما أعطي رأي، لكن ما كنت أقدر، خصوصا لما يكون الحوار بالذات في موضوع زي اقتصاديات الرياضة وكذا، تجد يعني أطرح أرقام ومعلومات، فأجد نفسي أكثر في الحضور يعني المؤقت ولا الالتزام ببرنامج. نعم. طيب الآن أنت دخلت الموضوع بحماس وقادك إلى منصب وكل شيء. قبل لا أسأل السؤال اللي هو مرتبط بالتخصص، خلني أسألك على الاتحاد الآسيوي. أنت موجود في الاتحاد الآسيوي، لكن هل صحيح عندك رغبة أنك تتخلى عن المناصب؟ والله شوف أنا يعني الكل يعرف أنه أنا إنسان صريح وصريح جدا. العمل الدولي لا يعتمد على شخص، يعتمد على منظومة. إذا لم تكن المنظومة كلها تدعم هذا الشخص، يعني أنت خلنا نقول منظومة فضفاضة، تقصد أنه حكومة وراك؟ حكومة وحتى اتحاد القدم. يعني أنا أقول أنه في البدايات الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل يعني كانوا يدعموني، وكان في مناسبات يعني أتذكر أنه بلاتر لما يجي السعودية أول واحد يكون موجود أنا، ولما يكون مسؤول رياضي آسيوي موجود يعني يكون متواجد. اليوم أنا قاعد أشوف أنه مثلا أعطيك أمثلة وأنا تعودت أن يكون صريح، الشيخ سلمان الخليفة جاء للسعودية 3-4 مرات، ما حد يقول أنه ترى أنت يا عضو مكتب التنفيذي تعال احضر استقبال سلمان الخليفة. جاء مرة الجدة، جاء مرة يحضر كأس ولي العهد، جاء قبل أمس. إلا أنه أنا أحاول، ولا أنه أنا أتصل، ولا أنه أنا أقول يا جماعة الخير ما يصير، ولا أحد ثاني يعني يتكلم، وإلا ما حد يقول لك ترى العمل هذا عمل العلاقات الدولية. أنا سفير للسعودية في الاتحاد الآسيوي، إذا جاء رئيس الاتحاد الآسيوي يفترض أنه أي شغل لا بالاتحاد الآسيوي لازم يكون يعني. طيب هذا ما هو بالاتحاد الآسيوي؟ لا، الاتحاد الآسيوي يعني رئيس الاتحاد الآسيوي جاي يبغى مثلا
يبارك للأمير عبد الله بن مساعد برئاسة العام لرياضة الشباب أو جاي يحضر كأس ولي العهد. ولكن أنا أقصد إنه بان كي مون لما يبغى يجي للسعودية اليو إن هنا يطلعوا له المطار من خلال اليو إن في نيويورك بلغوه. مو مثلا السعودية قالوا تعال يعني. لا بس هذا لو كان الشخص عمله في طيب في أنا الحقيقة هذه مفروض نقولها بالمحاكمة، بس ليش اليوم في حكي في المجالس إنه أنت ولا حتى الناس اللي مروا ما غطيته فراغ عبد الله الدبل؟ شوف يعني عبد الله الدبل شخصية عظيمة ورجل يعني بدأ بفترة مبكرة جدا وكسب خبرات متراكمة، وكان يقف جنبه أو خلفه أو أمامه أو معه شخصية عظيمة أخرى المغفور له بإذن الله فيصل بن فهد. الشخصيتين هذولي كانوا مع بعض يكملون بعض ولذلك كان هذا النجاح. لا يمكن يتكرر فيصل بن فهد ولا يمكن يتكرر عبد الله الدبل، مع أنه أتمنى أنه يتكررون وأتمنى أن احنا الرياضة السعودية. كيف علاقتك مع الأمير عبد الله بن مساعد؟ ممتازة جدا. تتوقع أنه تكررون نفس الدوتو اللي تكلم عنه؟ والله شوف يعني أنا عبد الله بن مساعد لما اجتمع أمس مع أو قبل أمس مع يعني الشيخ سلمان الخليفة في المكتب استدعاني وجيت للمكتب وحضرت الاجتماع، وكان في حوار يعني مهم عن زيادة عدد الممثلين للاتحاد الآسيوي في آسيا. أنا أبغى أقول كلمة مهمة، أنه من أول ما دخلت الرياضة عمري ما فكرت في نفسي بقدر ما أفكر في الشباب، أني أفتح مجالات أو أبواب لعدد أكبر من الشباب، لدرجة أنه واحد يعني من الناس اللي مثلا من الرعيل الأول كان إذا طلعت في برنامج وتكلمت قلت والله إحنا فتحنا مجال مثلا فيفا ماستر بروجرام وخرجنا منه 3-4 شباب وأرسلنا واحد لليفربول يونيفيرستي واحد لأوريغان وجبنا شباب كويسين، بعد البرنامج يكلمني يقول أنت ليش قاعد تقول كذا، هذول الناس ترى بيأخذون مكانك. أنا أقول على عيني وراسي أنا أبغاهم يأخذون مكاني. أنا لم آتي لا للاتحاد الآسي ولا الاتحاد السعودي عشان أتمسك في الكرسي وقعد فيه. أنا تركت على فكرة رابطة الدوري المحترفين والاتحاد السعودي بطوعي، ما أحد قال لي اترك. وهذا يقودني للسؤال، هل هذا لما واحد شاب يجي من بريطانيا ودارس في أمريكا وشايف من زاوية ثانية العالم كيف يتحرك اقتصاديا في اقتصاديات الرياضة ويكتب مقالات ويصل لصاحب القرار في المعني بالرياضة وبعدين يوصل مرحلة كأنه كل أو مل، هل فعلا البيئة لا تشجع؟ هل يعني في معوقات كثيرة إذا هذا الحد؟ يعني الأمير عبد الله قبل تولي منصبه الحالي معني بملف الاستثمار خاصة فنلندية، ولكن كل ما قرب التطبيق كل ما تأخر القرار، وكأنه يعني ما عندنا بنية واضحة، ما عندنا حرية قرار، يكاد لا يكون يعني عندنا مساحة للإبداع في هذا الجانب. هل هذا ما دعاك أنك تنسحب من رابطة المحترفين؟ والله شوف رابطة المحترفين يعني أنا بدون فخر أنا اللي أسست رابطة المحترفين، يعني قبل ما يجي حتى محمد النويصر كنت أنا اللي موجود واللي رتبت أوراقه في البداية، وأنا اللي اقترحت على الأمير نواف فيصل أن محمد النويصر اللي يمسكها لأنه هو الرجل الأفضل، والحمد لله ثبت أنه هو الرجل الأفضل. لكن أنا دوري في مجلس إدارة الرابط أنه أنا ممثل الاتحاد ومرتبط هذا التمثيل بوجودي في الاتحاد الآسيوي. لما تغير الاتحاد وكان يبغى يجي اتحاد جديد أنا سألت نفسي أنا أمام خيارين، يا أدخل الاتحاد الجديد وأستمر في اتحاد كرة القدم السعودي وبالتالي يستمر مع التمثيل في الرابطة أو أترك الاثنين معا. وأنا صراحة ما كنت أشوف أنه يعني اتحاد القدم أقدر أقدم فيه أكثر من اللي قدمته وفق المعطيات اللي أنا قاعد أشوفها، ولذلك رأيت أنه الأفضل أنه أنا أركز خارجيا وأترك الاتحاد المحلي. وأنا اليوم أسمع كثير يعني حتى على مستوى يعني في الخليج وكذا أنه ناس يقولون والله ترى يعني مثلا منصبك في الاتحاد الآسيوي مطموع فيه، أنه في ناس حاطين العين عليه وبيأخذون. وأنا أرجي وأقول اليوم وأنا في روتانا خليجي يمكن هذا يعني المرة الأولى اللي أقول الكلام هذا، أنا يعني أقدم هذا المنصب على طبق من ذهب لمن يخدم المصلحة العامة أكثر مني وهم كثير. أتمنى أنه يأتي لهذا المنصب شخص أصغر مني وأفضل مني، يتكلم لغة إنجليزية وأعلى مني يعني قدرة في التعامل مع الملفات هذه، لا يذهب المنصب ولا أي منصب خارجي للمجاملة. أنا أخشى ما أخشى. هذا إثار ولا تواضع ولا غرور؟ لا والله لا، أنا أقول هذا الصح، المصلحة العامة وين؟ طيب. أنا ما على فكرة أنا أقول لك الآن في إبريل القادم راح تكون، أنا اليوم أقول يا جماعة الخير أنا لا أريد هذا المنصب، ولكني مصر على أن لا تكون هناك مجاملة
لمن سيأخذ هذا المنصب. وفي ناس أنا إذا طلب مني الأمير عبد الله بن مساعد ولا حتى الأستاذ أحمد عيد قالوا لي من ترشح، أنا عندي 3-4 أسماء أقول هذولي مؤهلين لأنهم يملكون هذه الصفات وناس اشتغلوا في الاتحاد الآسيوي وشاركوا في مسابقة، لكني لا أخشى ما أخشى أنه إحنا يعني أيضا تطغى المجال. أنا اليوم أعطيك مثال، اليوم منتشر هاشتاج يمكن لك كم يوم أنه النقل التلفزيوني راح للإم بي سي لمدة 10 سنوات. إذا صار هالشيء فإحنا الآن رجعنا لنقطة الصفر من البداية. ليه؟ إحنا قاعدين نقول نبغى نطرح حقوق النقل في منافسة ونبغى نجيب أعلى رقم ونبغى نوقع عقد من 3-5 سنوات فقط علشان حقوق النقل تزيد وتكبر. اليوم يطلع أحد يقول لي والله إنه خبر شبه مؤكد إنه إم بي سي بتاخذ حقوق النقل ب 200 مليون في السنة لمدة 10 سنوات، أنا أقول إنه هذه غلطة كبرى. مع العلم عن العلم حسب بعض المصادر أعتقد إن الأمير عبد الله يمكن عنده مشروع جاهز يلبي الفكرة اللي تقول. عموما أنا وقت الفقرة هذه انتهى، أستاذنك وأستاذنا المشاهدات والمشاهدين في فاصل، ونعود بعد الفاصل راح نكون مع ترك العجمة في البرازيل، تابعونا.